من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة أن أقدم جزيل شكري للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة من أحمد كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه كل الخدمات اللي إحنا بنقدمها وأحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خليني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في روسيا، تمام؟ طيب التفاصيل زي ما احنا قلنا ان الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي روسيا. بالنسبة للجهة المانحة او اسم المنحة دي بيطلق عليه HSE Global Scholarship، تمام؟ واللي مقدم المنحة دي هي جامعة اسمها HSE University، تمام؟ HSE University اسم الجامعة، وجامعة ليها ترتيب كويس وجامعة يعني من الجامعات القوية في روسيا، تمام؟ واسم المنحة HSE Global Scholarship. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس فقط، يعني لو انت مخلص ثانوية عامة وفي اخر سنة من الثانوية العامة او البكالوريا بتقدر تقدم عادي على البكالوريوس، انما لو انت عايز تدرس ماجستير او دكتوراه غير متاح في المنحة دي. بالنسبة للتمويل في المنحة دي، المنحة دي تعتبر ممولة بالكامل. أول حاجة أنت بتاخد الرسوم الدراسية مجانا، مش بتدفع أي تكاليف خالص للدراسة، تمام؟ الشيء التاني بيبقى موجود عندك راتب شهري، تمام؟ في طلاب كتيرة اتقبلوا في المنحة دي سابقا. طبعا هي الجامعة مش موضحة ان على الموقع الرسمي بتاعها في راتب شهري، مش موضحة ده بشكل يعني كامل، وإنما في طلاب بالفعل أخذوا الراتب الشهري، فالمنحة بالفعل بتعرض راتب شهري كمان. بالإضافة كمان ممكن العمل في العطلات الأسبوعية، تمام؟ مثلا في الأجازة السبت والأحد مثلا ممكن تشتغل وتوفر مصاريف إضافية لدراستك أو مثلا للمعيشة بتاعتك، ده برضو شيء كويس. بالإضافة كمان المنحة بتوفر لك خطاب قبول بيساعدك على السفر بكل سهولة بدون تعقيدات، تمام كده؟ طيب كمان هنا عندنا ده جروبنا على الواتس وجروبنا على التليجرام، ياريت تنضموا عليهم عشان توصلكم أحدث المنح الدراسية فور نزولها. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات عديدة جدا. عندك اللغات الأجنبية زي اللغة الإنجليزية، متاح إنك تدرس قسم اللغة الإنجليزية، تمام؟ قسم العلاقات الدولية، الدراسات الآسيوية، التصميم، الصحافة، التاريخ، دراسات ثقافية، الرياضيات، الاتصالات، القانون، علم النفس، السياسة الحديثة، العلوم الاجتماعية، الفيزياء، الفلسفة، كل ده متاح عندنا. فتقريبا أغلب التخصصات تخصصات أدبية، تمام؟ طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي، عندك حاجتين مهمين للتقديم في المنحة دي حاليا. الأوراق المطلوبة أول حاجة ملء أبليكيشن المنحة أونلاين، وتاني شيء عمل خطاب نية بشكل ممتاز. هو خطاب النية داخل الأبليكيشن، ولكن التركيز بيكون على الاتنين دول، تملأ الأبليكيشن بتاعك بشكل كويس وترفق فيه خطاب النية، تمام؟ طيب عندنا هنا بعض الملاحظات إن المنحة دي يمكنك الدراسة باللغة الإنجليزية أو الروسية، لو بتعرف اللغة الروسية برضو بيمكنك دراسة التخصص بتاعتها باللغة الروسية أو اللغة الإنجليزية. كمان المنحة دي مش محتاج منك أي شهادة لغة للتقديم، طبعا مطلوب إنك تكون بتعرف على الأقل يعني مستواك متوسط في اللغة الإنجليزية لو أنت تدرس بالإنجليزي، أو متوسط في اللغة الروسية أنت تدرس بالروسي، بس مش محتاجين منك أي إثبات للغة، تمام؟ إذا تريد الدراسة باللغة الروسية هيكون هناك كورس لغة تحضيري قبل بدء الدراسة، بيعرض لك كورس لغة تحضيري كمان لو أنت حابب تدرس باللغة الروسية ومش حابب تدرس بالإنجليزي. كمان يمكن لطلاب الثانوية العامة في آخر سنة التقديم للمنحة دي، لو أنت بالفعل خلصت الثانوية العامة أو في آخر سنة ممكن تقدم عادي، وأيضا متخرجين من الثانوية العامة. وطبعا لو أنت حاليا تدرس أو درست بكالوريوس وتريد التقديم مرة أخرى فمتاح ليك أيضا. وركز معايا كمان في الملحوظة دي، يجب ألا يتعدى سن المتقدم 30 سنة، سنك ما يعديش أكتر من 30 سنة، أكتر من 30 سنة غير متاح لهم التقديم في الفرصة دي، تمام؟ طيب كيفية التقديم زي ما احنا قلنا بيكون في الابليكيشن أونلاين بيتم ملؤه. آخر ميعاد للتقديم في المنحة دي هو 10 أكتوبر 2021، فلازم تبدأ تجهز نفسك من دلوقتي وترتب كل الأمور اللي محتاجاها المنحة.
عندنا هنا بعض الملاحظات. ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها، وبنوفر منح مضمونة القبول 100% للمساعدة للسفر لهولندا، ومنح دراسية مضمونة القبول في الصين، وخدمة تجهيز الاوراق وخدمة الكورسات. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وايضا رابط خدماتنا موجود هنا، بتملأ استمارة الخدمة اللي انت مهتم بيها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل. تيجي تضغط هنا على كلمة الاعلان الرسمي، هيفتح معاك الموقع الرسمي للجامعة نفسها اللي هو الـ HSE University. تمام، فزي ما احنا هنشوف دلوقتي هيفتح معانا الموقع الرسمي، هتلاقي كل التفاصيل موضحة فيه بالنسبة لاخر ميعاد امتى للتقديم، التخصصات المتاحة، كل حاجة هتلاقيها. فهنا بشرح لك السبجكتس التخصصات، تمام، ايه الاشياء اللي بتشملها المنحة. تمام، بيوضح لك هنا اخر ميعاد للتقديم 10 اكتوبر 2021، كل حاجة هتلاقيها موضحة في الموقع الرسمي، ومكتوب هنا Global Scholarship Competition. تمام، طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف كيفية التقديم. تيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم بسيط مش معقد، والفكرة فيه هنا ان هو مش مطلوب منك ارفاق اي اوراق حالية. الاوراق بتاعتك بترفقها بعد القبول، بعد القبول المبدئي بيطلع لك قبول مبدئي انك خلاص مثلا اتقبلت بشكل مبدئي، فبيقول لك بعد كده ابدا ارفق اوراقك. فالاشياء هنا اللي مطلوبه هي كلها اشياء بيزك او بسيطه جدا، معلومات شخصيه عنك وخطاب ان ايه. فاول سيكشن هنا عندنا البيرسونال داتا، الاسم الاول، اسم العائله، الجندر بتاعك، الايميل، تمام، الجنسيه بتاعتك، الدوله اللي انت مقيم فيها، تمام، معلومات التعليم بتاعتك، وال يعني انت عايز تقدم لايه بالظبط، او اللانجوج اللي انت تدرس بيها. تمام، وهنا بقى جزء الموتيفيشن ليتر، وده من اهم الاشياء لان بيتم التركيز عليه. كل اللي فوق ده كلها بيانات شخصيه، انما هنا جزء الموتيفيشن طبعا هو اللي بيميز طالب عن اخر، فلازم تهتم انك تكتب موتيفيشن كويس. تمام، وتحط هنا سمعت عن المنحه دي ازاي. تمام، ممكن تكتب لهم قناتنا مثلا سكولارشيبس ايفريوير. تمام، ممكن تحط لهم اسم القناه بتاعتنا وتكتب منح من كل الالوان على سبيل المثال. تمام، او تكتب اظهر هنا، لو انت مش لاقيها هنا بتحطها في كلمه اظهر هنا وبتكتبها. تمام، طيب، وبعدين بتضغط على كلمه اجري انك موافق على كل الشروط والاحكام بتاعه المنحه، وبعدين بتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن، ويبقى انت كده قدمت المنحه بنجاح. طبعا بعد القبول المبدئي اللي بيوصلك بتبدا ترفق اوراق زي شهاده الثانويه العامه، او لو انت في اخر سنه من الثانويه بترفق شهاده السنه اللي قبلها وهكذا. تمام، طيب كده يبقى شرحنا كل التفاصيل الخاصه بالمنحه، منحه ممتازه جدا. اخر ميعاد للتقديم هو 10 اكتوبر 2021، وما تنسوش خدماتنا الاضافيه لو حابين تقدموا من خلالنا، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.